جميلة، تكلمي لي شوية على كيفاش جات الفكرة ديال أنك تشاركي في أورانج تالنت. الفكرة كيفاش جاتني باش نشارك في أورانج تالنت، ثم أول ما اتصلوا بيا قالوا لي أننا نكون في لجنة حكم، أنا والفنان عبد الفتاح القريني وكذلك جلال الحمداوي، ومعنا كذلك مجموعة من الفنانين طاليس وعبد الرافيل عبديبي. فرحبت بالفكرة لأنه أنا في يوم من الأيام كنت أنا مشاركة في برنامج واكتسبت واحد الخبرة اللي هي بسيطة، من بعد البرنامج اكتسبت خبرة اللي هي أكبر، بحكم أن يعني كنت واقفة مع راسي براسي وبمجهودات شخصية أنني نحاول نستمر في الشيء اللي كان ديرو ونعطي أكثر ما عندي. عشرة ناس اللي هما واعرين بزاف في الفن، اللي هما يعني عندهم قيمة فنية كبيرة، واكتسبت منهم خبرات، اكتسبت منهم ذاك الذكاء الفني اللي كيفاش تختار صح، كيفاش تعرف توقف سيغسان، كيفاش بزاف ديال الحوايج. فبالنسبة لي يعني بهاد الخبرة ديالي البسيطة حبيت نكون متواجدة مع أورانج تالنت باش نحاول ما أمكن أنني نساعدهم باللي نقدر عليه، بالمشاركة طبعا مع الزملاء ديالي، لأنه في المغرب عندنا مواهب كبيرة بزاف، وعندنا بزاف ديال الطاقات الشبابية اللي خاصها غير تقول تمد لي هذيك اليد ديال المساعدة أنهم يبينوا ويحققوا الطموحات ديالهم والأهداف ديالهم. فحاجه اللي هي زوينه بزاف انه هادشي حنا كنتسناوه من زمان اصلا انه يكون في المغرب، ومزيان انه يكون هكذا دي سبونسر بحال بلاتينيوم ريكوردز، ديجيتاليز، يعني بزاف ديال الحوايج اللي بتخلي هاد الشباب هادو يفجروا الطاقات ديالهم ويوريو داكشي اللي عندهم. وفي النهايه الاختيار غادي يكون على 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 شخص معين اللي هو موهوب واللي يستحق انه يكون في الميدان الفني، وحنا بدورنا غنحاولوا ما امكن ان نقدموا ليه ديك النصائح اللي تقدر تساعده في المسيره ديالو، لانه النجاح تيكون بالاستمراريه ماشي غير في حاجه اللي هي يعني دغيا. فهذيك الاستمراريه هي اللي خاص الانسان يعتمد عليها، لانه كل ما كتقدم حاجه ناجحه كل ما كتصعب المسؤوليه اكثر. فان شاء الله كنتمنى لهم جميعا التوفيق، وانا اي حاجه كتدعم ولاد بلادي انا حاضره فيها وبقوه. كانت عندك تجربه كيف ما قلتي ديال برنامج ديال نجم الخليج، الى رجع بك الزمان اللور، شنو ومع كثره ديال البرامج المواهب الغنائيه اش من برنامج تختار جميله بداوي؟ ممكن نقول لك ما كنت اخترت برنامج نو ما عرفتش، ما نقدرش نحكم، ما نقدرش نقول، ممكن كنت نختار The Voice، عرب ايدل، ممكن كنت نختار هادو. ما الحمد لله يعني كيف ما قلت لك هاد البرامج يكونوا بس مجرد بداية، مجرد ديك انني غنبان قدام الناس، راه اللي كيبقى هو الاستمرارية، لان من بعد ما كتطلعي من داك الجو ديال الشهرة والاضواء من بعد كتلقاي راسك بوحدك، صافي تجي انت خاصك تكملي المسار ديالك بوحدك، خاصك يكون عندك واحد الذكاء انك تعرفي تختاري صح، تعرفي كيفاش تبداي هذا. الحمد لله انا ربي سخر لي ناس في طريقي اللي هما ساعدوني ولو بشيء بسيط، ولكن كل شيء كانت مجهودات شخصيه. وشوفي الانسان الطموح اللي عنده واحد الهدف في حياته، ان فوا كيحطو قدامي كيفوكس عليه غادي يوصل ليه، غادي يوصل ليه. وكاينين بزاف ديال الشباب اللي عندنا في المغرب كيف ما قلت لك حرام يضيعوا، حرام. الاغنيه المغربيه ديالنا عندها واحد الصدى عالمي، عندها ولا عندها صدى عالمي، فحنايا يعني هذا فخر لينا. فمزيان انه نطلعوا عندنا هاد الشباب اللي كيغنيو كلهم ماشي احسن من الناس اللي عندنا هنا في المغرب، كاين بزاف غير ما لاقينش ديك الفرصه. فمزيان انه هاد الفرصه تعطى للشباب بطريقه اللي هي صحيحه، الطريقه اللي هي صحيحه وتكون مزيانه، وباش حني نعليو باغنيتنا الفوق، نغليو باللهجه ديالنا الفوق. تعرف شحال هادي ما كانوش الناس كيسمعوا اغاني مغربيه، دابا ولاو كيسمعوا بزاف الاغاني المغربيه، ولات الاغنيه المغربيه محتله المرتبه الاولى في كل الوطن العربي وفي العالم ربما. فحاجه اللي هي مفخره لينا وشرف لينا، وانا جد سعيده ان غادي نكون واحد الطرف من هذا الشيء اللي كيدار دابا، لانه بصراحه كيف ما قلت لك كاين بزاف ديال الناس اللي هما يستاهلوا،
وان شاء الله يا ربي كنتمنى لهم جميعا التوفيق، وحنا اي حاجه محتاجين فيها احنا حاضرين. جميله، قدمتي مجموعه من الاغاني اللي لقات نجاح كبير، وكنتي تقريبا اول فنانه عربيه اللي حققت نسبه مشاهده كبيره. شنو ومن بعد جات اغنيه ظالمه، شنو اللي ضافت لك اغنيه ظالمه في المسار ديالك الفني؟ اغنيه ظالمه هو عمل فني عالمي، اللي ضاف ليا انه اول حاجه شرف كبير ليا انه انا نكون نغني مع عبد الفتاح القريني، اللي هو لانه كانت اطلاله مختلفه كيف ما ذكرتي، وشرف ليا انه الكينغ شاروخان يعني اختارنا احنا كجوج فنانين نغنيوا ليه النسخه العربيه ديالو من الفيلم، ويعطيها هاد الكميه من الاهتمام، حاجه اللي هي زوينه لينا بزاف. اللي ضافت لينا انه ولاو عندنا فانزات هنود ولاو عندنا يعني كيف ما قلت لك، كل ما توسعنا بالاغنيه المغربيه اكثر كل ما احنا كنكونوا فرحانين ومتشرفين بهذا الشيء. فبالنسبه لي انا ظالمه ضافت لي الكثير، وعزيزه عليا الاغنيه شخصيا، يعني من الناس اللي ما كنبغيش نسمع الاغاني ديالي ولكن ظالمه كنسمع لها بزاف. كانت اطلالتك كيف ما قلت لك مختلفه، هاد الاغنيه ما تقدرش تقودك للتمثيل، خصوصا اني سمعت ان شاروخان كيفكر في المشروع. والله يكون شرف لي يعني نشارك. انا من محبي الافلام الهنديه اول شيء، من صغرنا وحنا عز علينا الهنود، عز علينا شاروخان، ف هذاك اللقاء ديالو يعني كان بالنسبه لي حلم وتحقق. بالعكس يعني التمثيل كان فكر فيه، جوني عروض ديال التمثيل من 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 اماكن اخرى، يعني مش افلام هنديه، جوني عروض ولكن باقي ما لقيتش الشيء المناسب. وبيني وبينك انا باقي ما يعني باقي ما بغيتش نرمي راسي لهذا الشيء بزاف، لانه باقا باغا نركز على خدمتي مزيان. يعني انا من النوع اللي فاش كنكون كنبدا شي حاجه كيخصني نساليها ونتاكد منها عاد ندوز لحاجه اخرى باش ما نضيعش باش ما نتشتتش، ولكن الفكره موجوده. يعني حققتي يعني واحد النجاح كبير في الخليج، وعندي وسمعنا مؤخرا ان يسرى سعوف قالت بانها من الفنانات او لا هي اللي كانت الاولى في يعني في الاعراس الخليجيه. بغيت نسولك شنو رايك في هذا التصريح؟ كيفاش ما فهمتش يعني يسرى سعوف صرحات بانها تقريبا تكون الفنانه الاولى في الاعراس اللي يعني المطلوبه في اعراس الخليج. شوفي يسرى سعوف بالنسبه لي انا اختي صغيره، انا عزيزه عليا يسرى بزاف، ويعني ما كتجمعناش غير صحبه ولا صداقه، ولا كتجمعنا يعني موضوعنا كبر حتى وصل الاخوه، يعني لدرجه ان صافي هذيك اختي. كتستشرني كنستشرها. بالنسبه للاعراس الخليجيه، شوفي كل واحد وكل عائله والذوق ديالها، كاين اللي كيبغي يجيب فنان معين، كاين اللي كيبغي اوكي الطلب كيكثر عليك لانك انسان ناجح، الا كانت هي الطلب كيكثر عليها لانه هي انسانه ناجحه. احنا كاين مثل في الخليج كيقول لك عرس يجيب عراس، انا كنمشي كنغني في عرس كنتحجز ربعه ديال العراسات اخرين، فشي حاجه اللي هي عاديه. بالعكس انا كاع الفنانات المغربيات كنتمنى لهم كلهم التوفيق، احنا في النهايه كنقدموا شي حاجه اللي هي زوينه، اوكي لقمه عيش كيف ما كيقولوا، ماشي عيب الوحده انها تخدم على راسها وتجتهد وتقدم لي حاجه زوينه وتدخل بيوت الناس ويفرحوا بها، فهذه حاجه اللي هي مفخره لينا. كنتمنى لها التوفيق، هي الصوره زوينه، وإحنا من يعني غادي نقول لك فخر لنا أنه إحنا كمغربيات كنكونوا مطلوبين في أعراس خليجية، فهذا بحد ذاته شرف بالنسبة لنا، وكنتمنى للجميع التوفيق. كاع الفنانات اللي كاينين في الخليج كنتمنى لهم التوفيق صراحة، لأنه الأرزاق بيد الله في النهاية، حتى حد ما يقدر يديلك رزقك. اخر سؤال ربما تسالتيه ولكن خصني نسولو لك، هو الاشاعه الاخرى اللي سمعنا ديال زواج من قريني. ما كاين حتى شي حاجه كيف ما قلتي، اشاعه الاخرى اللي
ما كاين حتى شي حاجه، بالعكس الكريني اخ وصديق، وكتجمعنا نفس الشركه مع بعضياتنا، كيجمعونا اعمال مع بعضياتنا، وباقيين جايين اعمال غيجمعونا مع بعضياتنا. فبحكم الخدمه ديما كنكونوا متواجدين مع بعضياتنا، فالنورمال الناس غادي يبداو يطلعوا اشاعات كيف ما قلتي زوجونا وطلقونا وما عرفت شنو، ولكن في النهايه كل واحد والنصيب ديالو، وكنتمنى ليه التوفيق في حياته. كلمه لقراء الصحراء المغربيه. كنقول لهم تبارك الله عليكم وشكرا بزاف. وان شاء الله نكون يعني ضيفه خفيفه الظل عليكم، وشكرا لكم على هذا اللقاء، وكنبغيكم بزاف. ميرسي.